السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنخصصها هذه الحلقة لمناقشة الوضع الصحي المتردي في محافظة تعز. إذن مشاهدينا، في تعز تزداد معاناة المواطنين أكثر وأكثر في ظل الحصار الجائر الذي أصاب جل مناحي الحياة وقطاعاتها، ووضع سكان بتعز في طريق الموت الذي تعددت أسبابه. وفي جديد المعاناة، هناك بات مستشفى الثورة آخر المراكز الصحية الحكومية، ويبدو أن التوقف والإغلاق ينتظره بعد أن قطعت عنه الموازنة المالية وانتهى العقد الذي كان يربطه مع الهلال الأحمر القطري. إغلاق مستشفى الثورة يعني موت العشرات من أولئك الذين كان يقدم لهم المستشفى بعض العناية، وفق ما بقي من إمكانياته البسيطة. وذلك جانب من المعاناة التي تعددت جوانبها، ولعل أهمها الإهمال الذي تعانيه المحافظة من قبل السلطة الشرعية التي اكتفت بسوق الأعذار وسرد المبررات في عدم تزويد المدينة بالمساعدات الطبية، في خذلان لأهم مدينة قدمت معظم أبنائها للقتال من أجل استعادة الدولة. نتوقف عند معاناة الأهالي في تعز لنناقشها في محورين: ما هي الآثار الصحية المترتبة في حال وصل الأمر إلى إغلاق مستشفى الثورة؟ وأين هو دور الحكومة والمنظمات في تقديم المساعدات الصحية والإنسانية لمحافظة تعز؟ لكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفي، سنذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. من سيء إلى أسوأ تتجه المنظومة الصحية في مدينة تعز وريفها، فبعد أن أخذت المعاناة أشكالاً وأنماطاً مختلفة جراء المعارك الدائرة والحصار المفروض، أخذت الصرخات والاستغاثات مرحلة تصعيدية من الخطر والتحذير. أكبر مستشفيات المدينة مهدد بالإغلاق. مستشفى الثورة العام الذي يعمل بكل إمكاناته المتاحة ويقدم خدمته المجانية لجميع المرضى والجرحى، صار فاقداً القدرة على مواصلة العمل. ليست المرة الأولى التي يعلن المستشفى وصوله إلى مرحلة من التوقف، ولن تكون الأخيرة ربما بالنظر إلى تضاعف المعاناة وطول أمد الحرب وشح الإمدادات المفترضة. تتفاقم الحالة الصحية، فلا تتوقف الهيئات والفرق الطبية عن التنديد بالخطورة المترتبة عن توقف العمل على خلفية المشاكل والصعوبات التي تواجهها والتي عجزت عن توفير حلول لها حتى الآن، بالرغم من مطالبة الحكومة والمنظمات الإنسانية بالتدخل والإنقاذ. لا يقتصر الأمر على مستشفى الثورة فحسب، بل حتى باقي المستشفيات العاملة. اطالت الأزمة جميع أنواع الأدوات الطبية بما فيها الإبر والمحاقن والأدوية ومعدات غرفة العمليات، ما جعل النظام الصحي في تعز شبه منهار. ففقدان القدرة على توفير طلبات المرضى بعد أن تعطلت المعدات وتوقفت الإمدادات الطبية وانعدام الدواء ضاعف من مخاوف السكان القابعين في جوف الحرب. تدهور المنظومة الصحية لا يقتصر على المعدات والكادر الطبي والمخصصات المالية المتوقفة وحسب، فبعض المستشفيات والأقسام أغلقت والبعض خالية على عروشها. وفي تعز، حيث تسير الرؤوس على حافة قلقها كلما تسربت من ثقوب خوفها قذيفة هاون أو رصاصة قناص، تبدو الحياة ثقبا أسودا لا يجد الناس فيها ما يطفئ ألم الموت بعد أن قطعت الحرب أوصال المدينة وأغلقت أمامهم أبواب الحياة. مشاهدينا، لبدء النقاش سينضم إلينا من تعز الدكتور أحمد الدميني، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الثورة. دكتور، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك دكتور أحمد. يعني بداية، لو تصف لنا الوضع الصحي في مستشفى الثورة. أولا أحب أن أقول أن هيئة مستشفى الثورة منذ بداية الحرب تقدم خدماتها لأبناء تعز، سواء الجرحى أو المرضى مدنيين وغيرهم، خدمة كانت مجانية في المستشفى، وكانت المستشفى تعتمد على الميزانية المقدمة من الحكومة، بالإضافة إلى دعم من بعض المنظمات التي تدعم بالأدوية وحوافز لبعض الأقسام مثل الهلال القطري وبلا حدود. ولكن حاليا انقطعت هذه الميزانية، وهناك دكتور استوقفك عند هذه النقطة دكتور، ولو قاطعتك في هذه النقطة، اي حكومة تقصد؟ يعني كانت تصل الميزانية من صنعاء ام من الحكومة الشرعية؟ كانت تصرف الميزانية عن طريق البنك المركزي في صنعاء، ولكن عندما انتقل البنك المركزي الى عدن لم يصرف الربع الثالث والرابع. كان هناك تعزيز بصرف الربع الثالث
ولكن لا يوجد سيوله في المركز المركزي. وكذلك من عدن لم تصرف حتى الان للمستشفى، مع ان المستشفى يعتمد بشكل كبير على هذه الميزانيه لانها تغطي نفقات المختبرات والاشعه وقسم الكلى الصناعيه وايضا الصيانه في المستشفى والرواتب وايضا التغذيه وما الى ذلك. ولكن حاليا حتى اذا كان هناك دعم للمنظمات لا يكفي لتشغيل المستشفى. حاليا نعمل بامكانياتنا الممكنه نشغل قسم الطوارئ المدعوم من اطباء بلا حدود، وايضا كان هناك حل من السلطه المحليه هنا حل مؤقت للكلى الصناعيه لمرضى الفشل الكلوي، ولكن بالنسبه لقسم العمليات والاشعه والمختبر هناك حاليا نعاني من نفاذ للمستلزمات الطبيه في هذه الاقسام، يعني ايام قليله ويتوقف العمل في المستشفى بشكل نهائي. نعم، مع هذا المستجد يعني الجديد سيد او دكتور احمد، هل الحكومه ووزاره الصحه يعني وضعت بالصوره فيما هو عليه الحال في مستشفى الثوره؟ انا اعتب على الحكومه، إلى الآن لا يوجد هناك تحرك جاد لدعم مستشفى الثورة، المستشفى الحكومي والصرح الطبي في تعز الذي يستقبل كل الحالات رغم ما يتعرض له من بداية الحرب. غير صحيح أن المستشفى غير مؤهل، المستشفى يستقبل آلاف الحالات شهرياً، 4050 عملية من شهر سبتمبر 2015 حتى سبتمبر 2016، 19000 جلسة غسيل لمرضى الفشل الكلوي، أكثر من 65 ألف مريض بالقسم الباطني، هناك أيضا آلاف المرضى والجرحى الذين يزورون العيادات الباطنية والجراحية، القسم الأقسام جميعها تعمل بشكل متواصل ليل نهار. ما يقال أن المستشفى غير مؤهل حاليا لأي دعم هو يعتبر افتراء على المستشفى، هناك دعم للمستشفيات الخاصة دعم لا محدود، مع أنه هذا الدعم الذي يعطى بالشهر الواحد لأحد المستشفيات الخاصة يمكن أن يشغل المستشفى حتى وإن كان هذا لا يوجد جدية. حتى وإن كان هذا دكتور فهذا ليس مبرر، يعني هي المستشفى الوحيد التي ما زالت تعمل في المدينة، يعني مؤهل أو غير مؤهل لا 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 ملاذ غيرها، يعني مستشفى الثورة هي المستشفى الوحيدة التي تعمل حاليا وتقدم الخدمات لرعاياها. نعم نعم، نحن بهذا الوقت بحاجة أولا وقوف الحكومة الشرعية مع المستشفى ودعمه بالميزانية، ثانيا نحن أيضا نطرح موضوع الدعم للمنظمات لكي تدعم بالأدوية وأيضا لتشغل بعض الأقسام، لأن هناك كادر من خارج المستشفى ولا يستلم أي رواتب من داخل المستشفى، ولكن عتبنا كما قلت هو على الحكومة، لا يوجد حتى الآن تحرك جدي لرفض المستشفى بالميزانية. نعم، تكرم بالبقاء معنا دكتور أحمد. سينضم إلينا الآن الدكتور عبد الرحيم السامعي نائب رئيس اللجنة الطبية العليا. دكتور مساء الخير. مساء النور. أهلا بك دكتور. في البداية دكتور صف لنا كيف تتعاملون أنتم في المحافظة مع الوضع الصحي في ظل يعني التدهور المستمر فترة بعد أخرى؟ أشكرك شكرا جزيلا لك وللسادة المشاهدين وللطبيب الإنسان الرائع أحمد الدميني. أهلا بك. ولكافة الأخوة المناضلين في قطاع الصحة في تعز. الحقيقة أن الجزء من الكل، والصورة التي عرضها الدكتور أحمد الدميني فيما يخص هيئة مستشفى الثورة في تعز هي صورة مصغرة مما يحصل للقطاع الصحي بالكامل. نحن نقولها وبكل صراحة وبدون مواربة وبدون مجاملة لأي جهة كانت أن الوضع الصحي في تعز منهار. كنا نقول في السابق ولفترة قليلة بأن الوضع الصحي في تعز يكاد ينهار، ممكن أن ينهار على وشك الانهيار. أنا أقول بأن ما يجري في تعز الآن هو انهيار كامل، نحن نعيش في وسط الإعصار تماما. ما يحصل أن الناس قد بحت أصواتهم وشعروا بالإعياء والتعب من كثرة يعني من كثرة المناشدات والصياح والعويل. هذا كله القطاع الصحي لا يستطيع القيام بهذه الأعباء في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة في ظل حصار خانق لمدة عامين. الحقيقة أن تعاملنا في ظل هذا الظرف هو تعامل
دعم نفسي، نوع من استقبال بعض المساعدات القليلة جدا والتي لا تكاد تغطي حتى 10% من ما ينبغي أن يقدم لهذه المحافظة. والمستشفيات الآن يعني أكثر من 95% من المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية ومستشفيات مديريات الآن مغلقة تماما. كنا نعول وكنا نتفاخر بهذه القلعة الصحية الكبيرة وهي مستشفى الثورة. هو بهذه النقطة دكتور، يعني هي المستشفى الحكومي الوحيد التي كما ذكر الدكتور أحمد أنها تقدم خدمات مجانية من بداية الأزمة يعني للمواطنين في المدينة، يعني توقفها ماذا يعني؟ صحيح، هذا يعني أنه استنزاف متواصل لما كان يتواجد في مخازن هيئة مستشفى الثورة، وبالتالي وصل الأمر إلى 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 منتهى، وأعلنت المستشفى أنها لا تستطيع بعد الآن القيام بأعباء تقديم الخدمة حتى للحالات الطوارئ وليست الحالات الباردة فقط. هذه القلعة الصحية اليوم تترنح أمام استنزاف متواصل بتقديم الخدمات الصحية مجانا. أنا واحد من الذي بقرب هذه المستشفى وملتصق تماما بكادرها الصحي المناضل المجاهد، يقدمون خدماتهم مجانا منذ أبريل 2015. لا يوجد فلس واحد يطلب من أي مواطن أو من أي جريح أو طوارئ الباطنية. استنزفت كل الموارد التي كانت في مخزون المستشفى، وبعد انقطاع الموازنة التي كانت مخصصة، مع العلم أنني أشير هنا إلى نقطة مهمة جدا، أن حتى الموازنة الميزانية التشغيلية التي كانت تصرف للمستشفى هي كانت إلى جانب مشاركة المجتمع الذي كان ينهض بأعباء كثيرة داخل المستشفى، فما بالك أن تقطع الميزانية التشغيلية من وزارة الصحة إلى جانب أن المستشفى تقدم خدماتها مجانا ولا يوجد مشاركة للمجتمع، يعني لا يوجد مبالغ تحصيلية من المترددين والمواطنين. دكتور ماذا؟ نعم. كارثة وخط كارثة. نعم دكتور، ماذا عن أنت حدثتني في حلقة سابقة أن مركز الملك سلمان هناك يقدم بعض الدعم لمدينة تعز، لكن هناك غياب في الجانب الحكومي وأيضا بعض المنظمات. صف لنا اليوم كيف هو الوضع فيما يخص مركز الملك سلمان والدور الحكومي والمنظمات. نعم، هذا ما قصدته بقولي سابقا بأن المساعدات المقدمة للمدينة لا تغطي كافة الاحتياجات أو الاحتياجات حتى الضرورية. أقصد أن مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يكاد يكون المركز الوحيد الذي استطاع إيصال كثير من المواد الطبية ومستلزمات الجراحة، ومنها مستشفى الثورة الذي قدم لها 4500 أسطوانة غاز لا زال يستخدمها حتى الآن. لكن أنا أقول أن ما يقدمه المركز، هناك بعض المنظمات أيضا متواجدة مثل أطباء بلا حدود، يعني حقيقة على خجل موجود منظمة الصحة العالمية، لكن ما تقدمه لا يكاد يذكر أو أنها قطرة في بحر. والمفروض أن منظمة الصحة العالمية يعول عليها في مثل هذه الظروف أن تقدم أكثر. أيضا الصليب الأحمر الدولي متواجد بالاسم في تعز، لكن الحقيقة أنه في الجانب الصحي أستطيع أقول أنه لم يقدم شيء يذكر، ولا نستطيع حتى إيراده كرقم. يعني هناك منظمات محلية أيضا في البداية تفاعلت مع الوضع الاستثنائي لمدينة تعز، لكن الآن غابت تماما. يعني المنظمات الدولية والمحلية حقيقة أنها خذلت تعز ولم تقم بما يجب عليها إنسانيا، يعني لما كان يجب أن تقدمه لتعز كمنطقة منكوبة، كمدينة منكوبة، وأسوة ببقية مناطق العالم التي تتعرض لمثل الظروف التي تتعرض لها تعز الآن. فحقيقة تعز يعني تقابل يعني خذلان كبير جدا من قبل المنظمات الدولية والمنظمات المحلية. نعم. هناك دكتور، ما يقرب من 10 منظمات متواجدة بالاسم. نعم. ونسمع أنها تعمل في المناطق القريبة من محافظة إب وتحت سيطرة الميليشيات، لكن ما يجب أن تقدمه داخل المنطقة المحاصرة وهي مدينة تعز، حقيقة أنا أقول بأنها خذلت مدينة تعز
ولم تقم بواجبها الإنساني. نعم. وعليها أن تتدارك اسمها بينما سيكتب أنهم وقفوا مع هذه المدينة المنكوبة. نعم. أو لم يقفوا. نعم دكتور تكرم بالبقاء معنا. نعود بالسؤال لدكتور أحمد الدميني. دكتور أحمد يعني أنت حدثتنا عن أن المستشفى يعني شارفت على الإغلاق، الجانب الحكومي هل هو على اطلاع بذلك وما هي الردود من قبلهم؟ نعم منذ أن دق ناقوس خطر إغلاق هيئة مستشفى الثورة وهناك تواصل مباشر مع الحكومة مع السيد الوزير مع نواب مع نائبه مع وكلائه مع المحافظ شخصيا أيضا مع السلطة المحلية هنا لتفادي إغلاق هيئة مستشفى الثورة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي خطوات جدية لحل هذه المشكلة. لكن للأسف نحن لم نعد نعول سوى على أبناء تعز كي يضغطوا بهذا الاتجاه لكي تقوم الحكومة بواجبها وتدعم المستشفى والذي يعتبر إغلاقه كارثة بهذا الوقت بالذات. نعم. حاليا يعني المستشفى الحكومي الوحيد الذي يعمل هو مستشفى الثورة، أما بالنسبة للمستشفى الجمهوري هو يعمل فقط بقسم الإسعاف وقسم النساء والولادة، لا تعمل جميع أقسام مستشفى الجمهوري، ولا يمكن لمستشفى الجمهوري أن يستوعب الكم الهائل من المواطنين والمرضى والجرحى بحال إغلاق هيئة مستشفى الثورة. لذلك أنا أدعو الحكومة لتتحمل مسؤوليتها وتقوم بدعم المستشفى بهذا الوقت. نعم. لأبناء تعز حق على الحكومة وعلى الشرعية، ولكن الحقيقة حتى الآن لا يوجد أي مساعي أو هناك جدية بهذا الموضوع. نعم دكتور أحمد، مستشفى الثورة هي المستشفى الحكومي الوحيد التي كانت تعمل من بداية الأزمة وكانت تقدم خدمات طبية مجانية، في حال أغلقت ما هي التبعات والآثار التي ستنجم عن إغلاق هذه المستشفى؟ كما تعلم أنه بهذا الوضع المواطن غير قادر على تحمل تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة. نعم. أكثر المراكز الحكومية التي كانت داخل المدينة مغلقة، هناك مؤسسات أيضا صحية معطلة، مستشفى الثورة كان الوحيد الذي يستقبل الحالات من كل حدب وصوب، ولكن حاليا إغلاقه سيؤدي إلى كارثة صحية. يعني سردت لك قبل قليل الآلاف من المرضى والجرحى الذين كانوا يلجؤون إلى هذا المستشفى وبهذا الوقت، ولكن بحال إغلاق المستشفى لا أدري أين هؤلاء سيذهبوا المرضى والجرحى. يعني لا أستطيع أن أقول أين سيذهبوا بالضبط، يعني المستشفيات الخاصة لن تستطيع حتى استقبال الكم الهائل، حتى لو هناك رسوم لن تستطيع المستشفيات الخاصة المعدودة بالأصابع أن تستقبل هذه الحالات. نعم سيد أو دكتور أحمد، يعني سؤال أخير وبشكل مختصر، يعني ما هي الاحتياجات أو الاحتياجات التي تحتاجونها أنتم في مستشفى الثورة للبقاء، يعني لبقاء نشاط المستشفى للاحتياجات الطارئة للمواطنين؟ الاحتياجات الأساسية هي موازنة تشغيلية تكفي لتشغيل كل الأقسام والخدمات بالمستشفى، من أولا حوافز للكادر من مستلزمات طبية وأدوية، وأيضا بالنسبة للتغذية هناك أيضا الديزل، تشغيل مركز الكلية الصناعية بالمستلزمات التي تأتي من خارج تعز، هذه أهم أشياء نحتاجها بهذا الوقت بالذات. وكما قلت لك حتى المساعدات التي تأتي من المنظمات هي مجرد أدوية، ولكن إذا لم تستطع أن تشغل المختبر ولا تشغل قسم العمليات بمستلزماته من تخدير ومن كادر، وإذا لم تستطع أن تشغل أيضا قسم الأشعة، فكيف ستعالج الناس يعني بهذه الأدوية التي تأتي من المنظمات؟ نعم وضحت الصورة دكتور أحمد الدميني رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الثورة، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. نعود بالسؤال للدكتور عبد الرحيم السامعي. يعني دكتور عبد الرحيم، هناك إهمال بات واضح للدور الحكومي في مدينة تعز، ما هي الأسباب وراء هذا الإهمال برأيك؟ يعني أنا أعتقد أن غياب
غياب وزارة الصحة والحكومة الشرعية في الميدان لكي تحس بما تعانيه مدينة تعز في ظل هذا الحصار الجائر. نعم. أعتقد هو السبب الرئيسي، ولا يمكن أن نقول بأن أو نتهم أحد بأنه يستهدف المستشفى وذا، لكن أنا حقيقة أصبت بالدهشة البارحة في لقاء مع نائب وزير الصحة في قناة أخرى. نعم. يعني المذيعة تسأل نائب الوزير تقول له ما هي أسباب عدم إيصال المستلزمات والأدوية والأغذية إلى مدينة تعز، يقول لها بأنها محاصرة ولا نستطيع الدخول إليها. نعم. طبعا إذا كانت المعلومات هذه لدى نائب وزير الصحة، فما الذي تتوقعه عند وزير الصحة بنفسه؟ يعني هناك منفذ يستطيع إدخال فيه كميات كبيرة ويومية وعلى مدار الساعة من منفذ الضباب النشمة التربة عدن. وأنا أقول لمن لم تصله المعلومة هذه، اترك ما تستطيع أن تقدمه لمستشفيات تعز ومدينة تعز، اتركه في عدن وعلينا إيصاله. فقد أوصل أبناء مدينة تعز كل شيء على ظهورهم وعلى ظهور الدواب وعلى الجبال، وسهروا الليالي وتجشموا كل الصعاب، فلم يعد إيصالها من مدينة عدن إلى تعز أمر بالصعب علينا. لكن نعم. هذه دهشة كبيرة الحقيقة. أنا أسمع كنت هذا اللقاء، بل أن مذيعة القناة راجعته وقالت له بأن هناك منفذ عن طريق التربة إلى عدن، لكنه تهرب من السؤال، وهذا شيء هذه مشكلة فعلا. لكن دكتور، يعني في حال استمر الوضع الصحي على ما هو عليه في مدينة تعز خلال الأيام القادمة، ما الذي يعنيه؟ الحقيقة يعني أنا كما أسلفت أن مدينة تعز تعيش الكارثة نفسها، فإذا ما توقفت بقية الأقسام العاملة في مستشفى الثورة وغلق المستشفى النساء، يعني قسم النساء والولادة وقسم الطوارئ في الجمهوري، فإن القطاع الصحي المهترئ لن يستطيع تقديم والقيام بأعباء تقديم الخدمات الصحية لمواطن لا يملك راتب ولا يملك عمل ولا دخل وهو في حصار لمدة عامين. الحقيقة أن الكارثة ستتم تماما، سيتم القضاء على كل أمل في علاج أبسط الأمراض داخل هذه المدينة، وسوف تتفشى الأمراض بشكل. نعم دكتور، بشكل يعني مختصر، سؤال أخير، رسائل تريد إيصالها للجهات المعنية؟ أنا أقول أن الرسالة الأولى والمهمة والرئيسية هي إلى وزارة الصحة. أين وزارة الصحة مما تعيشه تعز بالأرقام؟ أنا أطلب فقط من وزير الصحة أو من وزارة الصحة أو من هو مسؤول عن هذه المدينة أن يقدم بالأرقام ماذا قدمت الحكومة الشرعية لهذه المدينة منذ بداية الحصار بالأرقام، بالرقم، يعطينا رقم مش إنشاء. نعم. المعلومات الإنشائية والظهور على القنوات والحديث والتباكي ويعني دموع التماسيح التي يضرفوها على تعز، هذه يتركوها جانبا في أيام الترف سنحتاج إليها في وقت. نعم. آخر وفي مكان آخر، لكن ماذا قدموه وبالرقم إلى القطاع الصحي في تعز؟ نعم، إذن أشكرك. يعني هذه الرسالة الوحيدة والمهمة والرئيسية لوزارة الصحة، لمن أوجهها؟ لوزارة بالفعل الشؤون القانونية أو لوزارة الإعلام؟ وزارة الصحة هي المسؤول الأول والأخير عن المواطنين وصحتهم داخل مدينة تعز، وما صمود كافة أركان الحكومة الشرعية وكافة أركان الشرعية وما صمودها إلا من وراء صمود مدينة تعز، فليكافئوها بما كافأتهم بما قدمت لهم هذه المدينة. نعم، أتمنى أن تكون قد وصلت رسالتك دكتور، ولكن داهمني الوقت. أشكرك جزيلا الدكتور عبد الرحيم السامعي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. سينضم إلينا الآن من تعز أيضا الدكتور عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الإغاثة في تعز. دكتور مساء الخير. مساء النور أخي. أهلا بك دكتور. أنتم في ائتلاف الإغاثة، ما هو الدور الذي من المفترض أن تلعبوه لإنقاذ مستشفى الثورة من الإغلاق بحكم عملكم الإغاثي وعلاقتكم في يعني مع المنظمات الدولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر قناة بلقيس وجميع العاملين عليها لتولية أهمية
انقاذ محافظه تعز. بالنسبه لنا حاليا حقيقه اصدرنا في اثيره الاغاثه التقرير الاخير الذي يبين اوضاع محافظه تعز بشكل عام ومستشفياتها ثم مستشفى الثوره بشكل خاص. حقيقة اليوم أو غدا سنصدر أيضا نداء استغاثة لمحافظة تعز، ومن ذات مشكلة محافظة تعز هو فعلا كبرى مستشفيات محافظة تعز الأكثر مستشفى يستقبل جميع الجرحى وكذلك المصابين في الأمراض المختلفة، هدد اليوم ويهدد بإغلاقه لعدم وجود ميزانية تسجيلية أو مساعدات. نعم دكتور، هذه النداءات التي تتحدث عنها أو يعني تعاني مما تعاني منه المحافظة. نحن ألقينا معلش يعني يجاوب على سؤالك لو سمحت. نعم نعم، ولكن الآن رسلنا عدة منظمات دولية لنطلعهم على الوضع الإنساني في محافظة تعز بشكل عام وفي مستشفى الثورة بشكل خاص. نعم دكتور، النداءات التي تحدثت عنها ما هي الردود على هذه النداءات خصوصا من الجانب الحكومي؟ حقيقة لم نطلع على أي ردود، وإنما بعض المنظمات مثل منظمة منسي كول هي المنظمة الوحيدة التي لها الآن حوالي 4 أشهر تمد عاصمة المحافظة بحوالي 26,000 سلة غذائية. أما بقية المنظمات إلى هذه اللحظة لم تستجيب لأي نداءات. بالنسبة للجانب الحكومي، الثورة قبل ذلك إحدى المنظمات الدولية هي التي تقوم بتشغيلها منها الهلال القطري، لكن هذه الأيام توقف عنها هذا الدعم. نعم، بالنسبة للجانب الحكومي هل قدمتم له نداء وكان هناك رد؟ حقيقة نحن اجتمعنا بالحكومة وبالذات الدكتور عبد الرشيد فتح وقدمنا له احتياجات محافظة تعز بشكل عام ومنها احتياجات مستشفى الثورة، وإن شاء الله في القريب العاجل يعودون بأنهم ينقذوا محافظة تعز بالذات في مجال العلاج والمياه والكهرباء. نعم دكتور، إذا أشكرك جزيلا الدكتور عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الإغاثة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معي عبر الهاتف الدكتور أحمد الدميني رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الثورة الحكومي في تعز، وأيضا الشكر للدكتور عبد الرحيم السامعي، وأيضا هو أيضا الشكر للدكتور عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الإغاثة في تعز. ختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى في أمان الله.